طالب العلم تلامانو يعني كيف تحفظ ني طالب العلم بيرجيكو متن ندور سندا كيف تقرأ متنو نجتودا كيف تفهم متن نتيجة فهم أرجع فند دنيانو دجوان ديوم وانا ناتال فغا تلامان هجو الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إرقوا السوجة إذا على سامة البدية وي على أشرف الأنبياء النبي أمي جيرا والمرسلين جدي وي جيرا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن مما هو معلوم أقوه كي يبي أن طلب العلم بيرجيج والسعي في تحصيله دبرم قوه كان غبيرا قصندي من أشرف القربات أقوه هاري إجيرا كان غبرمان جندير كوي ومن أرفع الدرجات أقوه درجة إجيرا وبفضل الله تعالى دل كوي بكترا ثم بفضل العلم دبيرا وني بكترا يعرف الإنسان أنه برغ بي كيف يعبد ربه متنا نقول غنندا إبادة صحيحة إبادة سانتي ويعرف كيف يعونا بي متنا يعمر يعمر بالمعروف عندكمني وكوين وكيف ينهى نمتك غنجا للمنكر دبيرين ويعرف كيف يتقي شر الشهوات متكا يتقنق بمتقفون بوني ونميريغا والشبهات اللي نعمها ريوان ميري بطلب العلم اللي بيري جيجنو يكون الإنسان ورقتي على بصيرة فهمي بهم وعلى برهان اللي دليل بهم وبه دنغنو يهوز الإنسان ورق حوزو فضلا بكجرو كبيرا إبيري بالتوفيق اللي وافقن ليهم في الدنيا لا برادو بيري كوزا وافقن لي وبالدرجات الرفيعة اللارم ودرجة جيراغونو في الآخرة وإن مما يتفاعل به أقوه كان في الفعل تيدا ويتباشر به إيجار فرهن دندا أن يرى المرء شبابا ورمدي شبابا أروسو نشيطين كارغنتين يسعون إيجاكوي جاهدين إيجاتركت في تحصيل العلم بيري ونقصن دي الراتو ولي الفعل هنقون وكان علامة هنقون جبكن جينيك بولي لينو يبذلون يقبص أوقاتهم غير لوكتي وأموالهم لنجي ألماني ويطيبون أبدان إقامة إتابا في سبيل تحصيل العلم فند كان دبيري قص وهذه هو غاية شريفة شنفنو إجيرو وركنتو أغا ومنزلة ننغنو حميدة كي يصابو ومنقبة درجة جليلة إجيرو بل ننسنو إن ذلك يذكرنا غير فنغن بالرعيل الأول بسطة سنتنا كنت النبي الصحابي من سلفنا الصالح إبورجنا أنها الذين قطعوا كي يندنبوا أقدارها الدنيا جرجري شرقا وينفني وغربا لوين كني شمالا أزوى وجنوبا لدندي في تحصيل العلم بيرا قصندي إنما قاسي حتى بلغت همتوا علي همتوا أن يرحلوا إغاردا شهرا هنفودروا من أجل حديث واحد حديث فلن سبب سي ناهي كاغن وصا عن الرهلات كفن نارميغا المتقطعة دون ذلك كن يندنبو وني وني قايغا وهذا الأمر مثوني عن يقبونا الصعي ديرو والرهلة دن نارمي في طلب العلم بيرجة جرى قربة عظيمة بيري مانيو هرنو يبيري وقد علف أهل العلم بيري كويني يولف في ذلك بيري جيجرة معلفات تلولف انتين من أشهرها أقوي كنزنزرة الرهلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان أغسل أنه بيري كويني والنار ما يكن يصبيك تجرة وإنه لا تجرنه ما تبعي بيرنه وعما ما هو مبصوص وكان أقوي سيسينتي في كتب التراجم تراجم التلالة تراجم انجلتي وكان السلام الفقه يبون ذا صحابي كلامك الفقه انتم يونو الفقه كنت لا والذي
alfaga kan yanta duniya bun yayyana mai rajjeje na ibudu kai wata kutubu taraju wa kutubu adab ina kutubu adu kullu luga gano yi kutubu luga talabu ilm bai rajjeje fa hadi yadu wani ndume labaru fa hada shayun kaseeru wo harno kan ba gumu tire wa dumo rayu tuwa la yusaksa ito ijam faga fadlan sukfa bine an yusari minki kul marwutane tirfilan tirfilan inne aram makar subscribe kwen marom dan kararawa Kita nak buat kini juga sejuta ke firman Allah barang dah luar kita barang. Ya taja umurah bila juhudin, kau ikut kerja, watertib, watertib ayam terkena, watawabitan dafarium. Karena talaba talaba ilmu berjaya kita hari ini kebini ala ayat mungai mama, wa ayat mungai mabit lekat watawabita dafarium, warawafida dagasne hari kengi gasne. لعلها تكون بعد عون الله تعالى لعل نتي الله هذه الله نتي لعلها او الله كل اداره ويغفتي يابو همبغر تكون نتي بعد عون الله تعالى يكون غاسنا بندا عون الله غاسنا هذه سي على تحصيل العلم بيد غسن دي ولا دنين ثواب تي بيد روافي دي وساذكر ايغا وكف الله في مقدمه كلامي اي سنه وانا مقدمه را امور مسير مشتركه